ولكن لا نحن نقول ان حزب ديني لانه الاحزاب الدينيه في بلادنا في بالي ماهيش ماشي موجوده ماهماش حزب دينيه نحن بلادنا بلاد موحده دينين. يعني الهويه العربيه الاسلاميه والنهضه ما مبرر وجودها في الحقيقه؟ لماذا وجدت النهضه؟ النهضه وجدت اساسا لتنتصر للهويه الاسلاميه التي اعتدي عليها عهد الاستقلال وهذه معركه متواصله ونحسب انها قد حسمت لصالح الهويه العربيه الاسلاميه لتونس ثم نحن جزء من المعارضه نشترك في بقيه القضايا قضيه العدل وقضيه الحريه وقضيه الوحده العربيه والاسلاميه نحن جزء من هذا الحراك المعارض ولذلك نستطيع ان نقول النهضه موجوده بقدر ما هذه القضايا حية القضايا التي وجدت من أجلها النهضة وفشل النظام في استئصالها لأنها تمثل طلبا شعبيا طلبا شعبيا على الهوية طلبا شعبيا على الحرية والعدل فبقدر ما تكون هذه القضايا حية ووراءها مناضلون فالنهضة هناك ولكن وإن النهضة كان ليست صنما نعبده نحن النهضة قضايا محاور نظام لا يعنيكم الاسم يعني القصد لا يعنينا الاسم قطعا لانه لا. لانه في الحقيقه هناك شيخ راشد من لا. يتحدث انه الجيل الذي تحدث عنه الذي ملا الشارع الان السلفيين ومن اليهم وايضا يعني حل محل النهضه في السجون هم سلفيون هم شباب هؤلاء في العشرينات من اعمارهم يعني لم يعرفوا من النهضه الا اسمها هؤلاء ابناؤنا الطبيعيون الذين حيل بيننا وبين وبين ان نؤدي حقهم علينا من التربيه وحيل بينهم ايضا حيل بينهم وبين ان ينالوا حقهم هذا ولكن هؤلاء هم امتداد للنهضه لانه يوم ان ظهر هذا الحراك الاسلامي في بدايه السبعينات ما كان هناك حجاب ولا كان هناك صلاة ولا كان هنالك إسلام في عالم الحداثة لأنه في مجال الحداثة في الجامعات والمعاهد والإدارات غاب الإسلام تريد الإسلام جملة في الستينات ولكن النهضة مثّلت طلبا شعبيا على